صباح الخير، صباحكم ثغر، صباحكم قلب منشرح وثغر مبتسم، صباحكم سعيد مشاهدينا وين ما كنتوا ومتابعين شاشة تلفزيون الكويت وأجمل الخميس وحال اللي جاي معاكم، ونقدم في هذا اليوم مواضيع تلامس وتهم الأسرة والمجتمع. يقولون خذها قاعدة، لا إفراط ولا تفريط، ومع هذا نسمع عن كلمات يتداولها البعض عن البعض الآخر، كإفراط في المشاعر أو الإفراط في الأكل والشرب أو الإفراط بالخوف أو إفراط بالحب، وكلنا نعرف معنى الإفراط هو تجاوز الحد، لكن لما نسمع عن كلمة هوس على منو تنطبق؟ وما هي الظواهر اللي من خلالها أميز الشخص المصاب بالهوس عن المصاب بالإسراف أو الإفراط؟ اليوم بإذن الله مشاهدينا راح نستكمل ما طرحناه في الخميس الماضي، وراح نتعرف أكثر عن حالات الهوس والإفراط أو الإسراف، ومتى يسمح ومتى لا يسمح، وذلك من خلال ضيوفي. تابعونا خلينا نشوف إعدادنا ومخرجنا شو مجهز لنا. التبذير له تأثير سلبي على شؤون الحياة، لأن سيتم وضع الأمور في غير موضعها، ويتم تضييع الأموال والأوقات والجهود هباء منثورة، على حين أنه لو تم الإنفاق بتوسط واعتدال في الأسرة والأعمال العامة والحفلات والمشروعات المختلفة، لاستطعنا توفير مبالغ وجهود وأوقات يمكن من خلالها إنجاز أعمال ذات أهمية في مجالات أخرى تخدم المجتمع وترقى بالأمة. ضيوف حلقة اليوم: أم عامر السيف، ناشطة اجتماعية. هند إدريس، مرشد نفسي واجتماعي وأسري. لطالما أدركت وعرفت أن الله وهبنا هذه الحياة لنحياها بحب، ووهبنا الكثير من الجمال والكثير من المواقف المفرحة والمحزنة، ولكي نتعامل معها علينا أن نتعلم الكثير من المهارات الحياتية. والحياة كالمرآة، تحصل على أفضل النتائج حين تبتسم لها. سنعرفها في مسك الكلام. كلمات وأمثلة كويتية راح تعرفونها معي أنا فاطمة العمر. السعادة قرار، معاكم أنوار الشلال، كونوا معاي في فقرة قرر تكون سعيد. الخميس نستوحي ونستذكر الكثير من الأمثال أو من ذكريات الماضي الجميل. يقولون من حل لسانه كل الناس خلانا، والكلمة الطيبة الصادقة مصدر مهم من مصادر السعادة. اختلفت وتعددت سبل السعادة، لكن اجتمعت كلها في مكان واحد، إنها تنبع من ذاتك ومن أفكارك ومسك الكلام. وطيبة مع الأستاذة هدى الصالح. لطالما أدركت وعرفت أن الله وهبنا هذه الحياة لنحياها بحب، ووهبنا الكثير من الجمال والكثير من المواقف المفرحة والمحزنة، ولكي نتعامل معها علينا أن نتعلم الكثير من المهارات الحياتية. والحياة كالمرآة، تحصل على أفضل النتائج حين تبتسم لها. سنعرفها في مسك الكلام. صباح الخير،
يقولون المروحة لا تبعث الهواء ولكنها تحركه، فنبدأ نستمتع في الهواء. كذلك السعادة موجودة أو مبرراتها موجودة حولنا، ولكن تحتاج إلى أن نحرك أرواحنا أو مداركنا حتى نكتشفها. بعد شوي راح نتكلم عن مفاتيح السعادة وشلون نكتشفها وشنو الأشياء تخلينا نشعر بالسعادة بعد شوي. الذوق ضمير الروح، السعادة رزق. بعض الناس يبحث عن مكان جميل، والبعض الآخر يجعل المكان جميل. السعادة لها مفاتيح، أو عشان تشعر أن أنت سعيد تسوي أشياء هي تثبت أن أنت سعيد. أول مفاتيح السعادة العطاء. شنو هو العطاء؟ على سبيل المثال تعطين الحب أو تعطي الحب دون مقابل، دون شروط. أعطي الإنسان اللي أمامك الاهتمام، أعطي أو أعطي لقدامك الكلمة الطيبة، أعطي لقدامك النفس الحلوة بدون لا يكون هناك أي شروط أو بدون مقابل. هني أنت راح تشعر، هذا أول مفاتيح السعادة، العطاء الغير مشروط. ثاني مفتاح الامتنان. الامتنان هو الاختصار الجميل للسعادة، والاختصار للامتنان أو الاختصار لهذه الكلمة هو الرضا. الرضا، كل ما رضينا عن حياتنا كل ما زادت سعادتنا، كل ما حسينا أن إحنا مكتفين باللي الله سبحانه وتعالى ما عطينا إياه ويسبب لنا الرضا كل ما زادت سعادتنا. كل ما قللنا النظر إيش معنى جاري أو إيش معنى صديقتي أو إيش معنى أختي أو إيش معنى فلانة عندها أشياء هي موجودة عندي، راح تقلل من نسبة السعادة. بس لما أنتين ترضين في أن اللي عندك موجود مو موجود عند غيرك راح تشعرين بالرضا. هذا المفتاح، أهم مفتاح في السعادة. في مفاتيح كثيرة للسعادة بس هذا يعتبر أهم مفتاح. أحيانا كثيرة يكونون ثنتين صديقات أو أنهم يعرفون بعض أو حتى يمكن خوات، هذه عندها كل شيء، كل الأشياء اللي تسبب لها الرفاهية موجودة، ما هي بحتاجة ولا شيء. والثانية ما عندها جزء أو نص اللي عند أختها، هذه ما هي سعيدة اللي عندها كل شيء. وتشوف أختها تقول لها ليش أنت يعني الضحكة من هني لهني، مرتاحة مستانسة ما تشوفها إلا تقول الحمد لله كل شيء. تقول لها شلون، ليش أنت تشعرين بهالسعادة وأنا ما أشعر مع أن كل شيء موجود عندي؟ تقول لها لأن راضية. الرضا سبب، أهم سبب من أسباب السعادة. أيضا من المفاتيح التي تدعو أو المفاتيح التي تساعد أن الإنسان يكون سعيد التفاؤل. لازم الإنسان يتفاؤل بأي شيء يحدث له، حتى لو يكون إحنا نراه مو خير لنا، الله سبحانه وتعالى بعث لنا لأن به وراء الخير. إحنا نراه مو خير ولكن الله سبحانه وتعالى يكتب من وراء الخير. لازم نكون متفائلين. خلوا بعد عنا التشاؤم. التشاؤم يسبب التعاسة، التشاؤم يسبب القلق، التشاؤم يسبب عدم التوازن النفسي. دائما خلينا متفائلين، يجيب الله خير، دائما يجيب الله خير في كل شيء، في كل خطوة لنا الله سبحانه وتعالى يكتب لنا فيها الخير وإحنا ما ندري. حب الذات أيضا وتقديرها، معاملتها معاملة كأنها صديقة، كأنها حبيبة، كأنها رفيقة، تساعد على السعادة. شوفيها شنو ناقصها، شوفي نفسك شنو ناقصها. خففوا دوشة اللي حواليكم وخففوا شنو اللي حوالينا يبون عشان أسوي لهم إياه عشان أنا أشعر بسعادة. ما تصير كذي، هذه مو معادلة السعادة ولا مفتاح للسعادة. خلنا أسوي حق غيري قبل لا أسوي حق نفسي أو قبل لا أشوف نفسي. نفسك شوفيها شنو تبي، أسعديها تسعدين غيرك. متى ما كنتي سعيدة اللي حواليك كلهم بيشعرون بالسعادة. قالوا الأوليين جاور السعيد تسعد. حتى اللي حواليك نفسك ما حبت تقعد مع إنسان مفروض عليك لا تقعدين، لأن ما راح تشعرين بالسعادة. نفسك ما راح تشعر بالسعادة واللي حواليك راح يشعرون أن أنت ما أنت سعيدة. تعزيز الجانب الروحي والاتصال والتواصل مع الله سبحانه وتعالى بأداء عباداتنا مهمة جدا لتحقيق السعادة، والتيقن واليقين بأن
السعادة رزق من الله سبحانه وتعالى يوزعها على عباده. بالنهاية ما في أحد على هذا الكون مو سعيد، كلنا سعداء، بس تكتشف السعادة من داخلنا. قبل لا نختم، في دراسة قاموا فيها جامعة هارفارد 80 سنة عن شلون الإنسان يكون سعيد، اكتشفوا أن جودة العلاقات مع الآخرين هي سبب رئيسي في تحقيق السعادة. شلون جودة العلاقات مع الآخرين؟ جودة العلاقات مع الأبناء، مع الأحفاد، جودة العلاقات مع الأم والأبو، جودة العلاقات مع زملاء العمل، حب لغيرك ما تحب لنفسك، الروابط الاجتماعية، صلة الرحم، مهمة جدا في أنك تكون سعيد. تظهر جودة هذه العلاقات بأن لما إحنا نسويها بحب وطيب خاطر بمحبة، ما هي مفروضة علينا. جودة الروابط الاجتماعية تطيل العمر. نعم، تطيل العمر، هذه نتيجة من نتائج الدراسة اللي قاموا فيها. تبعد الإنسان أنه يكون مكتئب، تقلل من الأمراض اللي موجودة فيه. الشعور بالسعادة يطول العمر. حتى تكون سعيد ركز على جودة علاقاتك. مسك الكلام في الختام، سيأتي اليوم الذي ستجد فيه السعادة من حيث لا تدري، فاستعد لذلك اليوم. نهاركم سعيد. جديد أصبح عليكم بكل خير، وشكرا للأستاذة هدى الصالح. وفعلا نقول العلاقات الاجتماعية تخلي تقارب وتخلي راحة، ورب العالمين حثنا على صلة الرحم لما فيها من بركة بالعمر وكثرة في الرزق. كثير من الأحيان قد تتحول النعمة إلى نقمة إذا أسرفنا فيها، ولكن هذا الشيء مو بس على الأشياء الملبوسة، ولكن حتى الأشياء الغير ملموسة قد تكون الأسباب عديدها، منها سهولة الشراء وأيضا ثورة التقدم التكنولوجي وظاهرة الفاشن ستات. اليوم كذلك مشاهدين راح نتطرق للإسراف، سواء كان إسراف المشاعر أو الاهتمام أو رفع سقف التوقعات وأضراره النفسية، فتتحول الأشياء الإيجابية إلى مواقف وأزمات نفسية سلبية. في البداية خلي أرحب في ضيوف اليوم. معاي معامر السيف، ناشطة اجتماعية. يا صباح الخير يا معامر، وحياك الله. اليوم معانا في زوار الشاي الضحى، وأيضا الأستاذة هند دريس، مرشد نفسي واجتماعي وأسري. صباح الخير يا أستاذة هند، حياك الله. يمكن الأسبوع الماضي تكلمنا أو طرحنا موضوع إلى هو هوس التسوق أو الشراء، واليوم بإذن الله راح نبي العلاج لهذه الظاهرة، وهل هو مرض إدمان كإدمان المخدرات أو إدمان المسكرات؟ هل الهوس أيضا يعتبر إدمان؟ لكن بعد ما نطرح أكيد مواضيع وش كثر البيئة تأثر على الهوس، السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي، وديننا دين الإسلام دين وسطية مشاهدينا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن أحيانا هناك مؤثرات تؤثر على السلوك فيصاب الشخص بالهوس أو الإسراف، شنو الفرق بينهم من الناحية النفسية وشنو أسبابه يا أستاذة هند؟ يعطيكم العافية. تطرقنا مثل ما قلتي المرة الفاتت ولامسنا مشكلة الهوس، وقلنا أنها هي حالة نفسية يعاني منها البعض، وتقريبا أغلب الدراسات قالت أن 5% يعانون من هوس الشراء. وين تصيب الدول المتقدمة؟ احنا لاحظنا انها تصيب الدول المتقدمة. ليش؟ انا سمعت الخليج اكثر بعد استاذة هند. المتقدمة ليش؟ لان دخلت فيها سهولة السهولة المالية. صار عندنا سهالة ان احنا عندنا الكروت الائتمانية، فصرنا نشتري اشياء زايدة عن حاجتنا. الفرق، سؤالك الفرق بين الهوس. ان انا انسانة ما عندي احساس في
مصروفاتي، ما عندي جدولة لمصروفاتي، ما عندي استمد ساعاتي من الأشياء اللي أنا أشتريها. فلما أشتري هذا الشيء من داخلي أحس أني أنا قاعدة أشعر نفسي بالإشباع، وبعد ما أصرف فلوسي ألوم نفسي وتعرض يعني لجلد ذاتي مثل ما قلتي أختي عامر، وتحسف على الفلوس اللي أنا صرفتها، ويمكن ألقى نفس الأشياء داخل بيتي. فأنا أشياء تلقينها مو بالضرورة تكون غالية، حتى لو أشياء رخيصة بس متكدسة عندي، وبالأخير أقعد ألوم نفسي وأجلد نفسي وما أحس بالسعادة اللي أنا حسيت فيها وأنا رايحة. هذه هند، هذه العلامات اللي يعني أو الإحساس اللي يحوش اللي يعاني من هوس التسوق أو هوس الشراء، جلد الذات مثل ما تفضلتي، عدم الرضا، عدم السعادة. طيب العلاج يعني عشان أنا أتخلص من هذه العادة، هي عادة سيئة، وهو إحنا قلنا مشاهدينا هو نوع من أنواع الإدمان، شلون أتخلص من هذا النوع من الإدمان؟ أول شيء إذا أنا ما اعترفت أن أنا فيني المشكلة، أن أنا أعاني من المشكلة، مستحيل ما راح أحس أن أنا عندي مشكلة. فهذه أول طريق، أول أسلوب أو طرق العلاج، أن أنا أعترف أني أنا فعلا أنا أعاني من مشكلة، ما مشكلة وهي حالة نفسية قلناها قبل شوي، هي حالة نفسية. الشيء الثاني، مو بالضرورة أروح السوق بروحي، لازم يكون معي إنسان ينبهني صح أني أنا مثلا هذا الشيء ناسبني أو لا، ينم هذا الشيء عندك ليش تشترينه، فلازم يكون عندي إنسان يخفف أو يساعدني على الكنترول أني أنا ما أشتري، ما أروح مع أصدقاء أو صديقات هم يعانون مثلي، نشتري أشياء نحتاجها وأشياء ما نحتاجها. الطريقة الثالثة، ابتعدوا كل ابتعاد، مثلا أنا عندي أحب الساعات، ما أروح أماكن ألقى فيها ساعات، ناس تحب المجوهرات، ما أروح السيزن اللي فيه عرض للمجوهرات عشان لا أضعف وأشتري هذه الأشياء اللي هي زايدة عن حاجتي. إحنا نقول الهوس هو شيء زايد عن حاجة الإنسان. مثل بالنسبة حق الرجال، هو يميل إلى أشياء منزلية، أدوات منزلية، مسابيح، ساعات، أدوات نجارة، بعضهم أدوات كهربائية، سيارات، عنده عدة مثل ما قالت أم عامر. أبعد عن الوقت اللي هو يكون فيه عروض لهذه الأشياء، أبعد عن وقت السيل والتخفيضات والعروض، دائما وقت السيل خليني ابعد. متى يصير هوس التسوق؟ ما لاحظنا احنا في المناسبات لما يصير عندنا مناسبه افراح اعياد، هني نشتري يعني العيد، يعني ثلاث ايام العيد، انا اشتري قبل العيد، اشتري قبل مناسبه الفرح يا ام عامر. اي نعم. لا احنا نشتري مثل ما قالت حده وناخذ ونكدس في بيوتنا ونخليه في بيوتنا. بالاخير لا مثل خلينا نقول اذا عيد لا النفنوف او الفستان يناسب لا العمر ولا ولا حتى الشكل، ولا الشكل ولا الحذاء ولا شيء، فتلقينا اخليه في البيت مكدس وتعالي اشتري مره ثانيه للمناسبه. فهذا التكديس هو اساسا حاله نفسيه انا اعاني منها. طيب استاذ، انت انا فهمت من كلامك ان اللي فيه هوس يستغل الفرص اكثر، حزه السيل او من نشوف اللافته الحمراء بالاسواق معلقه وكلمه تخفيضات، هي يعني طبيعي راح يسوي لنا جد صح من باب الفضول، قديش انا اطالع المحل شنو فيه ما فيه، او ان هو الهوس مرض يعني ملازمني، يعني كل اسبوع لازم اروح سوق، او بين يوم وتركه اروح سوق، او مثل ما قالت معامر الخميس اللي طاف انا اعرف ناس تقول كل يوم بالسوق يوميا، يعني اذا الهوس هذا المرض ملازمني طول اليوم، ولا انها حاله تنتابني حزه التخفيضات؟ هنا مثل ما تفضلتي قلنا من الاسبوع اللي فات هو حالة نفسية تصيب الإنسان عادة في طفولته، يكون متعرض لموقف لحدث في طفولته، فمعناته يكبر على أن أنا محروم أبي أشتري أشياء بس أبي أحس في قيمتي، أبي أحس في ذاتي، وبالرغم من هذا وتقدير ذاته تقدير مادي خارجي بسكر هالثقرة هذه اللي فيه. أم عامر، أول سوقة كانت يعني سوق، تروحين سوق، الحين المولات تغيرت مشاهدينا، يعني قمنا نشوف مطاعم، قمنا نشوف أماكن حق الألعاب، قمنا نشوف كافيهات، يعني هذا هم بعد يساعد
وسهوله بعد صار وسهوله بالشراء إيه؟ ويساعد ايضا على الاسراف يساعد يعني حكى شوي يساعدون. انا ايام قبل شلون كانت يعني اماكن التسوق شوفي وشون الحين اي شوفي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شوفي الاستاذ افتخار اول من الكداد لبو صادقه الام ما تشتغل اي نعم عرفت شلون فهو عارف شنو يصرف اول ما عندهم اجارات يقعدون ببيت واحد معروفين بيت الحموله وهذيله فكداد واحد يعني يعطيهم ويسوي يعني يوزع عليهم مثلا الام وبناتها وعيالها ولا هو مثلا يتكفل في الصبيان والام يعطيها مصرفها هي وبناتها فما كان عندهم شيء يزاحمهم اي نعم زين لما الحين تطورنا ما شاء الله تبارك الرحمن شنو دخل علينا السوقه دخلت علينا اللي هو التجول هذا اللي بين البيوت ساعات يصير اللي اتصل التليفون ويونك عن طريق السوشيال ميديا عندك شو اسمه هذا الاونلاين فغير انه بعد مثل ما قالت استاذه هند انه توفر الكروت الحين صار عندنا الماده سهله كل من يملكها وين احنا على ما يصير عندنا حق العيديه ونجمعهم ونشتري فيهم اللي بخاطرنا نحس بقيمته ولا شيء يعني نحس هدوم شوف هدومنا معروف ان امنا تلبسنا بس اذا في شيء زايد اول في محل واحد اكسسوارات يبيع فيه سوق المباركيه معروف الكل يشتري منه فكنا نشتري منه الحين انت يا حتين صار عندها مو بس هي مثل تقولين يعني صار عندها ان هي مثل ما تقولين تعلقت بماركه معينه فكل ما تمت طابعتهم طالعت ايش عندهم ما عندهم ايش معنى تمسع قاعد اقول حق استاذه هند في الاستراحه ان في وحده تقول حق وحده من البنات ان معاشي خلص الشهر هذا لان انا شريت ماركه معينه فقالت لها اي قالت لها ايش معنى كل البنات في الدوام لابسين الا انا ما البس اي نعم اي فردت عليها البنت الثانيه قالت لها خلي يلبسون كلهم وانا ما البس اي نعم لان عندها من داخل هي قناعه وكنترول انه مو ضروري انها تصرف معاشها احنا مثل ما نقول انت اذا واحد هدر 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 انا بعدين اعرف من بيسدد لك هذا الهدر بعدين لما تحتاجين في احد راح يعطيك ام عامر يعني هذا هو الصعب يعني انت الحين اعطيت لنا مثال حق شخصيتين مشاهدينا هناك من يلبس من اجل الناس صح ومن اجل الرياء صح وهناك من يلبس من اجل الجوده جوده يعني في ناس للاسف ما يلبسون قيمك إيه؟ على ساعتك إيه؟ على الله اجلكم الله على الجوتي إيه؟ على الماركه اللي تلبس ما قاعد يميزك على فكرك ما قاعد يميزك شخصك. على اخلاقك يعني انا انا كلام هذه ادش بالحاله النفسيه ادش بالانماط الشخصيه يعني ايش رايكم ادش شوفي انا صراحه اقول لهم اي واحد يبي يجي بيتي إيه ترى هذا رماعيني وهذه أغراضي نعم. إذا بي عشان شخص معامر حياه الله العين له والقلب له مكان ونعم. أما إن بي عشان يقعد يبحث فيني والله اليوم ستايل إيش حاطة ومصورة جوتية أنا صراحة واحدة أحب السهالات نعم. إحنا كذي إحنا عشنا مع الأبو الله يحفظه بهذه السهالات نعم. إنه مو شرط إني أنا أشتري مثل ما قلت إذا أنا عندي هوس ماركة وأشتري ماركة مو شرط أشتري بديل نعم. ليش ما أشتري البديل اللي يعني هم تكون يعني وقت ما أنا ما أبيها أقدر أتصدق فيها أعطيها أحد لكن أنت لما تشتري ماركة وتحسبين عليها بعدين طبعا معامر قاطع كلامش على مثل مشاهدينا عشان ما تقولون معامر الله جميل يحب الجمال وإنما بنعمة ربك فحدث كل هذا إذا أنا الله راهي علي ومستواي المعيشي يسمح لي وقاعد ألبس من أجل إن أنا جودة وليس من اجل الرياء او لا. اني انا اقيم اللي قدامي علشان يعني ماسكه جنطه فلانيه لا. او ساعه لا فلانيه لا 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 وبعدين انا مو عشان انا لما البس مو عشان الجوده واحد وده شيء نظيف ولا مرتب صحيح في المتوسط بالسوق في اللي بين هذا وبين هذا لا هو اللي قلاءة فاح يعني وايد سعره غالي ترى حتى ولا عاد يعني على قولتهم بطقه نعم ما يصير يعني لازم لا اسراف يعني يعني انا اشتري الشيء المتوسط اللي يناسبني انا راتبي كم احنا نرد مره ثانيه ونقول في قناعه وفي تخطيط وفي ارشاد إينا. وفي توجيه مثل ما قالت ان واحد يروح معاي السوق يوجهني إينا. هل هذا الشيء يناسبني او ما يناسبني انا مرش كبرش طولش عرضي ادخل محل مال بيبيات ولا مال بنات كيوت ولا صغار هذيلة واشتري لي بدله بس عشان اداحر كان مرت حماي ولا اداحر بيتيرانا ولا اداحر هذيلة عشان أنا والله ترى انا شريت مثل يعني خلي شوفون ترى شريت نفس البراند صحيح. مالكم لا يعني انا بعرف بعدين لما هي صار عليها قروض ولا صار شيء من بيسدد وياها خد تفكر من بيسدد وياثر على افراد الاسره اللي معاهم عامر يخرون عنها ولا احد راح يجرب يمها فلسك هذا ينفعك انت احنا ما نقول لا تروحون سوق ولا لا تروحون تشترون ولا تلبسون تلبسوا شماطيط لا 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 اقول لكم لبسوا
واكلوا وشربوا واشتروا حقكم حق بناتكم، لكن فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. شنو الله 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 قال لنا؟ الله قال لنا ان احنا ما نصرف، يعني ما نشتري شيء زايد ونكسر. والله ان ساعات استاذه افتخار ان ساعات يجيني شيء يعني حق تبرعات وشيء، يعني يقولوا لي وصليهم حق ناس مثلا هذيل، والله بالليبل صحيح. باللي بتقول ترى كبر عليهم فعلاً. ترى امتنت عليها، ترى اشبعت منه، راح مديله صحيح. هذا هذا عاد اللي راح مديله، عاد هذا ما تخلص وياها مع بنتها ولا مع ولدها، انه راح ربعي ما يلبسون هذيله ولا الموضة. ما اي يعني. وبعدين مثل ما قلتي اذا الرياء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذا يدخل في شرك اعوذ بالله. ليش انا البس عشان الناس تمدحني؟ انا ابي مدحي من ربي، الله بيجملني بهالملابس والحمد لله رب العالمين، لك الحمد يعني على نعمه المعامره. قيمه الانسان مو باللي يلبسه صحيح، قيمه الانسان مثل ما تفضلتي بشخصيته بفكره. اذا بديش سلوكيا شويه حق الناس اللي عندها يقيمونك من خلال جنطة ماركة أو من خلال ساعة ماركة أو من خلال عز الجوتي أو شوفي فلانة، وكلنا نعرف يعني يمكن 80% أو 70% من المجتمع الكويتي طبقة متوسطة يعتبرون، ما أدري إذا النسبة صح، بس الأغلبية يعني على المعاشات ومحدود المعاش معروف أيضا متوسط، ما بأقول مبلغ. إذا هني أنا أعرف هذا الشخص عنده خلل داخلي أو هذه الإنسانة عندها خلل داخلي، إذا بتقيمك أو بتعرفك على جنطة أو على نقول مظهر عشان تواكبين التطور اللي احنا فيه. أول شيء إذا بتحكم صديقتي علي من خلال مظهري أنا ما بحكم. احنا أكو ريايل أستاذة هند، أكو ريايل يعني يبون حريمهم أي إنسان في هذا المستوى. فعلا فعلا. وقعدتي لي حالات أن لما الإنسان بيتقدم حق فتاة قاعد يقول لها الشيخة مثل ما تفضلت أم عامر، نعم. شنو معاشها، شنو تلبس، وين المحلات اللي تشتري منها، نعم. ليش هل في محلات، شنو يعاني منه أستاذة هند نفسيا، شنو يعاني منه؟ هذا إنسان ما عنده تقدير لذاته، نعم. هم الرد نقول أنا تقديري كإنسان لذاتي، هل أنا فكري شلون أفكر، شخصيتي، حواري، تحدثي، قناعتي، الرضا، الرضا ويا جماعة الرضا، ويعني انت هو راح يتعب، هو راح يتعب بعدين ويا هذه البنت اللي كل ساعة بيحط عليها فلوس بيحط عليها فلوس ما راح تقنع، ويمكن في زيجات. أنا إذا ما عندي رضا معناته ما راح تنترس عيني، ما راح تنترس عيني لو ما امتلكت وكان عندي من خير الله، ما أحس بالإشباع الذاتي. شلون بيربون بعدين؟ إيه نعم. شلون بيكونون أسرة؟ شلون بيكونون علاقات صداقة؟ يعني معناته حسب ما أنا أملك. أنا ذاك اليوم مثل ما تفضلتي ما عندي المادة اللي تقيمني يعني بجنطتي ولا بساعتي ولا بلبسي الماركة الفلانية، معناته راح تفشل هذه الصداقة. حتى هم يضطرون ساعات إنهم ما يوجبون أحد لأنهم هذيلا مو من مستواهم. أي صح. ما يروحون هذا بالضبط. المكان ما يوجبون، ولا أنهم تلقينهم يضطرون يحطون على نفسهم، يكلفون نفسهم بهدية أو بشغلة يروحون يشترونها اثنين متفقون فيها عشان يوجبون فلانة، لأن هذه فلانة ما تلبس إلا البراندات والماركات والأشياء هذه. هذا شيء داخل نفسهم. أنا قلت لك الحلقة اللي فاتت في خلل في القلب، إذا صار في خلل في القلب يصير خلل بالعقل. أم عامر يريتيني حق مثل، يعني مشاهدينا يمكن أمهاتنا أو جداتنا أو اللي قاعد يتابعون الحين، إذا شافوا واحدة من برا كشخة مرتبة شو يقولون؟ من برا هلا هلا ومن داخل يعلم الله. بالفعل. لا عندها سنع ولا منع، تدخل للبيت كالشطايرة، والفوق السنع والنظافة والترتيب. يعني في ناس نظيفة من داخل ونظيفة من برا، مرتبة، مهندمة، ناس هي اللي تخلي حق الشيء قيمة. عمر الشيء الغالي ما يخلي أصلاً حق بناتنا أصلاً أو حق شبابنا صح. أو حقنا قيمة، القيمة في نقول جوهرك صح. في نظافتك، في أخلاقك، في تعاملك، تبي تعرفين إيه، تبي تعرفين السنة، المرة السنة من بيتها نعم. في ثلاجتها وكبتاتها صح. إذا شفتيهم مرتبين وداخلين ومعدلين، عارفة مكان الأجبان وعارفة صحيح. مكان الخضرة وعارفة مكان العصيرات، هذه إنسانة ما عندها تبذير، هي عارفة إن لما ينصرف هذا الشيء بتروح تشتري محتاجته. تفتشين كبتاتها تلقين هذيل الهدوم مالت الحفلة، هذيل مالت البيت اللي تقعد فيهم، وهذيل مالت الطلعة صحيح. وبناتها كذلك وعيالها الصبيان كذلك، خل صبيان راس مالهم دشاديشهم وكم بنطرون عندهم الله يحفظهم صحيح. بس البنيات دثرتهم دثرة أكثر. هم اللي أكثر بسم الله عليهم. فإذا شفتي
هذا المكان الاثنين مسنعين في البيت ومرتبين واكسسواراتها ما تغيرت في البيت كله يعني من اول ما نزلت، مجرد تنجيد شيء بسيط بين فتره وفتره. هذه المراه يا جماعه تنحط على الراس، تبي قدوه. ام عامر احنا عشان الجيل الجاي نبي قدوه، اكيد القدوه تكون الام او الاب اكيد. نقول السبل او ابواب اللي تدعي حق الهوس او حق الاسراف بالشراء كثيره مشاهدينا، وخصوصا مع التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي والمشاهير والفاشينيستات، تاثير نقول هذه الفئه على المراهقات واكثر من المراهقين. احنا كونا برنامج نسائي مشاهدين بنركز اكثر شيء عن المراه وعن الفتاه اللي هي باكر امراه المستقبل وبناء الكويت. ايش كثر تاثر نقول ياثرون المشاهير او الفاشينيستات في ايضا زرع نقول هوس الشراء او التسوق عند البنات المراهقات بالذات؟ اول شيء الام، ركز دائما الام، دائما نقول الام هي المدرسه، هي اللي يتلقى منها العيال العلوم الاولى. اذا كانت الام اول شيء ما تعاني من هذا الشيء، من هذا الهوس، يعني مو بالضروره تلبس عيالها اغلى الماركات. المهم نظافتهم، ترتيبهم، انهم في بيتهم مرتبين مثل ما أكيد. قلنا هني انقل انا كأم خبراتي هنا. ان انا قيمتي في في فكري، في الطريقة، شخصيتي الطريقة. يعني صح هذا الكلام احنا نقوله، لازم نحافظ على بناتنا ولازم ننقلهم. شلون ليش اقنعتوا البنت والولد ان هم هذيلا ياخذون مقابل اذا كل ما باعت عندها بونص وعندها مقابل الألف مثلا 200 او شيء كذي؟ اقنعتوا الولد والبنت؟ انتم علمتوهم؟ هم شافوكم انتم ما شريتوا؟ اذا انتم قاعد تشترون اونلاين هم يشترون مثلكم. نعم. لكن اذا انتم ما قاعد تشترون ولا تتابعونهم ولا لكم شغل فيهم، مو كل شيء انا اقول لهم، مو كل شيء اشتهي اشتري. صح، انا قلت لك ذيك المره صح. ادخل السوق احسن شيء اني ادخل بالنقدي، لا تدخلون بالكروت. الكروت هي اللي تضيعك، هي صح راح يصير سحب. خلاص احنا رايحين نتعشى، نتعشى ما في مشترى. احنا بعدين ان شاء الله باذن المره الثانيه عندنا موسم معين ان شاء الله، بس ابوكم الله يرزقكم، ولا انتم بعد عندكم يجمعين لكم على قولتهم الفائض من رواتبكم، هذه اللي يسمونها احنا عندنا قاعده في البيت اسمها الكسور. اي نعم، اذا صار عندنا كسور نروح نشتري اللي نبي. شيء جميل. دايم نقول ضغوط نفسيه، وقد يكون مشاهدينا نقول الايفون او الايباد يعني وسائل التواصل الاجتماعي احد الضغوط النفسيه. اكيد راح ارجع لكم لكن بعد ما اشوف هذا التقرير. لكن مشاهدينا اكيد طريقه التعامل مع هذه الضغوط اللي هي ضغوط الحياه والسيطره عليها من الامور اللي تاثر على الصحه النفسيه كذلك، سواء كانت تراكمات يوميه او نقول امراض نفسيه، كل هذا راح نتعرف عليه اكثر مع الاستاذه انوار الشلال. نشوف معكم هذا التقرير ونرجع نستكمل حوارنا. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم، أرحب فيكم اليوم، وإن شاء الله راح يكون موضوعنا عن وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها من قبل المراهقين. جميعنا نحتاج أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت ظاهرة منتشرة وأيضا لها فوائدها الإيجابية، وممكن أن إحنا ككبار نقدر أن نسيطر على الجوانب السلبية، ولكن كفئة معينة وهي فئة المراهقين هي مرحلة عمرية تحتاج إلى الكثير من الترتيب والمراقبة وأيضا المتابعة عند استخدامهم لهذه الوسائل. مرحلة المراهق في هذا السن يمر فيه كثير من التغيرات البيولوجية العضوية وأيضا النفسية الانفعالية. كثير من المراهقين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي حتى يغذون عندهم جوانب معينة في الصفات الشخصية في هذه المرحلة من حب الاطلاع والفضول وغيره. فالمراهق في هذا العمر دائما يتجه إلى الأشياء اللي تلفت انتباهه، من حركات مثيرة، من أصوات عالية، من حسابات فيها إثارة، فيتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي تغذي عنده هذه هذا الشغف اللي يبحث عنه. أيضا من الناحية الاجتماعية يصير عند المراهق تغيرات كثيرة، إما يكون في بعض المراهقين يكون عندهم عزلة
وانسحاب، فوسائل التواصل الاجتماعي تغذي عندهم الوقت والترابط الغير مباشر، بحيث أنه يجد الراحة في التواصل غير مباشر وعن طريق هذه الوسائل، بحيث أنه يستخدم هذه الحسابات أو متابعة الحسابات للهروب من واقع حياته إلى واقع بديل، وهو واقع حسابات هذه التواصل أو التواصل مع أصدقاء ما يكونون حقيقيين ولا يكونون موجودين في حياته الواقعية. أيضا من صفات المراهقين في هذه المرحلة الانفعالية والغضب والقلق، يدمنون أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى يخفضون هذه التوترات الانفعالية اللي تكون عندهم. لما نتكلم عن إيجابيات أو سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد هناك في إيجابيات مو كلها سلبيات، مثل أن هناك حسابات إخبارية، حسابات ثقافية، حسابات لقدوات ومشاهير ينشرون رسائل إيجابية وهادفة لفئات المجتمع بمختلف أعمارهم، لذلك ممكن أن يستفيد المراهق من متابعة هذه الحسابات. ولكن لو نتكلم إحنا عن السلبية أو المتابعة السلبية أو الآثار السلبية من هذه الوسائل، ممكن إحنا نتكلم عن بعض الحسابات المشهورة اللي تنقل رسائل يعني تخل في نواحي المعايير الصحيحة للتربية، وأيضا تكون قدوات سيئة وقدوات سلبية عن طريق بعض السلوكيات الخاطئة أو نشر ثقافة خاطئة. ممكن يتأثر المراهق لأنه في مرحلة تكوين الشخصية وتكوين المفاهيم، والمعايير ما تكون ثابتة عنده لمعايير الصح والخطأ في حياته، فهي مرحلة انتقالية تحتاج لكثير من التوجيه أو المتابعة. ما نقدر إحنا نمنع المراهق من أن يتابع وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن إحنا نقدر نتابعه بتوجيه غير مباشر، لا يكون عن طريق الأمر أو عن طريق النهي أو عن طريق سحب التليفونات أو سحب الأجهزة منه، ولكن من خلال الصداقة، الحوار، التوجيه الغير مباشر، بأن إحنا نغذي عنده برمجة أنه يتبع كل ما هو إيجابي ويبتعد عن كل ما هو سلبي. أيضا المناقشة بمعايير الصح والصواب، بمعايير الأخلاقية، بالمعايير الدينية، هذه كلها حلول ووسائل إيجابية في توجيه المراهق حتى تكون متابعته لوسائل التواصل الاجتماعي آمنة. رسالة إلى كل أب وكل أم، حاول أن أنت تكون صديق لابنك المراهق ولبنتك المراهقة، بحيث أن تكونين تتابعينها وتوجهينها بطريقة حلوة يتقبلها في هذا العمر، لا يكون في صدام، يكون في مناقشة وحوار جميل يتأثر بالجانب الإيجابي ويبتعد عن الجوانب السلبية من هذه من استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي. في الختام أتمنى يكون الموضوع عجبكم، ونشوفكم في فقرات جديدة ومواضيع إن شاء الله قادمة. شكرا للأستاذة أنوار الشلال، وفعلا مشاهدينا هناك قيم وثوابت ما تغير، سواء كان أخلاق أو كان عادات أو تقاليد أو قيم، هذه ثوابت ما تغير. دور الأم جدا مهم. نستكمل حديثنا عن نقول المؤثرات الخارجية اللي تجينا من برا وتأثر على أولادهم، بالتالي بكرة ممكن يصابون بالهوس الشراء، وخصوصا نقول البنات أكثر من الأولاد. دور الأم بالمحافظة على بنتها في هذا الانفتاح اللي احنا قاعدين نعيشه في السوشيال ميديا. شيء طبيعي ان العيال يستخدمون الابتزاز العاطفي حق الام والاب، اللي اكثرهم عاطفه، اللي اكثرهم قلبا نسميه رتشيش، يعني وقت ما يبون شيء يعطون عده اطراره، هذا يما خاطري انا وين دوري، انا وين دوري. اذا كانت امكانياتي الماديه تسمح ما احرمهم، أنا أملك الإمكانيات، بس هم مع الوعي إن أنا في أشياء زايدة مو بحاجة لها. أنت جمالك وجمال روحك بشخصيتك، شلون تجذبين الناس في شخصيتك. لا عمره ما كان في شنو تلبسين، السيارة اللي تركبينها، الأشياء الغيمة اللي تملكينها. فالدور الأم جدا في تكوين علاقة وثيقة مع عيالها البنات والأولاد. البنات والأولاد لازم في ساعة حديث
عن الإيجابيات اللي شافوها، السلبيات اللي شافوها. أول شيء أقول عن السلبيات، شنو اللي تعرضتوا له، شنو اللي شفتيه مع صديقتي، شنو تحكيتوا عنه، وأنا أقول بعد معاهم وما أقبي عنهم إيه؟ شنو الظروف اللي نمر فيها بالضبط، يعني شنو نملك يا معامل إيه؟ وشنو ما نملك، يعني إحنا هذا حد طاقتنا. إيه نعم، إحنا ما نقدر نطلع عن الدائرة هذه، إذا طلعنا ما حد راح يساعدنا. صح، إذا صرفنا اللي عندنا وقعدنا ما حد راح يساعدنا. وإذا ما أقدر عادي أقول لها الشهر اللي بعده مثلا أقدر. وهم بعد لازم يتعلمون أنه بجهدي بتعبي أنا وصلت لي هذا المستوى، فأنت بجهدك وتعبك تبنين اللي أحسن من اللي أنا بنيته وسويته. أستاذة افتخار، خلنا أقول لك، خلنا نقتنع كلنا ونعرف أن هذه في سالفة اسمها الفراق. إذا تفرقوا وقعدوا وجابلوا 24 ساعة البرامج والأشياء هذه ينفتنون شغلهم في شيء ثاني. أنا عيالي من يوم صغار كل واحد شغلتهم في شغلة، كل واحد معطيته هوايته ولا ردت، لدرجة أن عندي بنتي الله يحفظها الكبيرة كانت تموت على المكياج، لما كبرت صارت ميك أرتست، يعني خذت الدورات بس ترى ما اشتغلت في الدورات. تسوي حق حبايبها، سوون عليها كذي غرفة عليك بالبيت، تسوي دورات حق اللي مقربين لها. زين، ما رديتها عنها، تدرين ان هي بعدين ملت، لان انت لما تحكرينهم عن الشغله هذه قصدي تكرهينها فيها هي تزيد عليك. صدقيني خليتها، بعدين قالت لي انا ترى بروح اتعلم دورات. قلت لها انا اعطيك اياهم، شنو الدوره اللي تبين؟ قالت انا بتعلم اللي هي لغه الاشاره، الصم والبكم. روحي، فلما الحين داخله ماراثون عليا موضوعنا راح يكون عن لغه الاشاره. العود الكبيره الصغيره نفس الشيء، مهتمه في التقضيه، مهتمه في القراءه، اللي العود بسم الله عليه الله يحفظه مهندس صوت يعني، وهذه الاشياء. الثاني موت على الحداق، ساعدناه وعطيناه ودزيناه حق الحداق. تدرين لو هم فارقين وما عندهم شغل كان 24 ساعه فعلاً. حالهم من حال الله يقفر لهم يهديهم ويصلح حالهم، حوال اللي موجودين الحين بالمولات. ام عامر بقول لك الحين، انت تكلمتي عن حقبه زمنيه اللي هم عيالك، في حقبه قادمه اللي هم الاحفاد. شلون تشوفين سلوكياتهم؟ شلون تشوفين افكارهم؟ انا عندي وحده، انا عندي ابي اعرف الجيل القادم شلون سلوكياته، شلون اطباعه. نبي نقدم نصيحه من خلال برنامجنا زوارة شايضة حق الامهات الجدد اللي هم يعني ثروة المستقبل إن شاء الله، ومن خلالهم راح يكون عندنا مجتمع سليم، مجتمع متوازن. شلون شفتي الجيل الجديد؟ أنا الجيل الجديد يعني كل ما أشوف أقول الله يعين الأمهات، يعني ويعينهم إن شاء الله بإذن الله، بس رب إن شاء الله يعني يعينهم ويعطيهم القوة على الصبر، وأنهم هم يعني يصير عندهم هذه الحجة والإقناع حق عيالهم. لان الحين قلت لك اللي مشوشر عليهم السوشيال ميديا، هذا شيء الحمد لله. انا اقول لك صراحه يعني مو عشان شيء، يعني الله يحفظه ان شاء الله. العبيد الحين طلب سياره، نعم، خذ الاجازه الله يحفظه، تبارك الرحمن، اي الحين يبي سياره، نعم خلاص ابوه اعطاه سيارته القديمه، قال له قزر فيها ليه من ان شاء الله باذن الله على قولتهم يجيك الخير ان يفتح لك. يمكن يعني هذه الصغيره البنت لا تبي يمين، أسأل الله يرحمنا برحمته، داخلة في المنطقة. أنت بعد تشوفي مناطقنا، حسي فيهم يعني مناطقنا لما تكون مناطق شوية داخلية يكون المجتمع شوية هذا شوية راقي، يعني عرفون بالأشياء وكذي وهالشكل، حبون يبدلون ويغيرون والبنات ويتكلمون، تشوفون أمهاتهم وأبهاتهم هذيلة، هذا شيء ساعد ترى بعدهم عامر، يعني إيه بس إن البنت تبي. فأنا قاعدة أقول لهم همين نفس الشيء، لما تي عندي أنا أقول لها ترى اليوم طلعتنا بالمبلغ هذا فقط لا غير، يعني اليوم انت عندي زايرتني اليوم طلعت في قدوه، اي في عندك مبلغ هذا، فتلقينا ساعات مثلا شفناها قنوعه وما عندها شيء، يعني ما شرت مثلا تبي بجامه ولا تبي مثلا اكسسوار ولا تبي شيء، سوينا لها اياه ونقول لها احتفظي فلوسك ان شاء الله، انت يمكن تروحين مع امك تطلعين ولا هذيلا تشترين اللي تبين. عرفتي الحين اليوم انت زايرتنا، احنا يمكن بنعطيك اللي تبين، مجرد انه تشجيع، يمكن هي يمكن جايتني جايبت لي شهادتها، يمكن ماخذ درجات حلوه، ما شاء الله تبارك الرحمن مكمله الفروض يعني مصليه، فيعني نستانس اشجع الهديه للمقابل، مقابل تشجيع شيء، مقابل فعل اخليهم على القارب. يعني الله يعين الام والابو يا رب، يقويهم باذن الله ويعطيهم القوه والحجه ويسخر لهم عيالهم بعقولهم وقلوبهم، لان الطلبات صارت أكثر صعبة في هذا الزمن. قاعد أقرأ اليابان عندهم سوق درجة الحرارة فيه مشاهدينا 40 تحت الصفر، يعني يقول هذا سوق من شدة البرودة، فالناس ما تروح تتبضع منه، لأن أول شيء مكانه بعيد وفي أشياء، فيأخذون اللي محتاجينه فقط. لكن للأسف إحنا عندنا
تكييف ظاهرة. عندنا تكييف احنا نقدر نسوي بالحر بالصيف. لا عندنا شتاء وصيف. عندنا شتاء وصيفي. لكن في ظاهرة معامر وبعد ولا انت السادة هند بلاك فرايداي هذيلي الغرب يسوونه مشاهدينا عشان قريب من اعيادهم وقريب من مناسباتهم فقمنا نشوف هذا الشيء عندنا يطبق بالاسواق. هذه العاده لا تمت لنا بصله نهائيا. ما عندنا احنا بلاك فرايداي عندنا عيدين اللي هو احنا نروح نسوق فيهم لا وبعد الاسعار تكون مرتفعه اكثر انزين هم ما شاء الله عليهم في مناسبه الاعياد ترخفض الاسعار عندهم. مثل هذه الثقافات اللي قاعد تدش على مجتمعنا بالاضافه احنا تكلمنا الحين على محور السوشيال ميديا الحين نبي احنا المجتمع اللي قاعد نعيش فيه في سايبر مانداي وفي بلاك فرايداي في صار ترويج للتسويق بطرق مو من عاداتنا ولا من تقاليدنا. ايش رايكم بهذه النقطه؟ من اللي دخل هذه العادات داخل بيته والاسره هي لبنت هي موجوده بالمولات اي نعم من اللي نعم. احنا ليش قلنا الاسره ربيتكم. وترابطها اي هذا هو اي نعم الاسره وترابطها انا لما يجي ولدي مثلا سامع من برا او يشوف بالسوق يشوف هذه الثقافات الخارجيه انا الفلتر له في, في في الاسره الام والاب انا اقصد الام والاب انا الوعي والوازع الديني لما انا اغرسه في عيالي من صغرهم ما يلتفت يطالع هذه الثقافات كانه اشياء غريبه عنا اشياء غريبه عنا توفير الاجر توفير الاجر ايش حق تجيب حق نفسك اثم بالضبط يا كاف اللي عندنا الله يعناك له بالعافيه خلونا ان شاء الله باذن الله يعني الله يغفر لنا ويعفو عنا فعلمه ان هذا الشيء ترى اذا سويته انت راح ما تؤجر عليه راح تؤثم عليه صح. فانت وفر هذا الشيء حق نفسك خله حق غيرك كيفهم هم بس انت بالنسبه لك هذا الشيء لا تتبعه لان اهم اول شيء راح الله يحاسبك يوم القيامه على انك لما توقف جار راح يحاسبك على كل فلس وين وديته فراح يحاسبك على هذا الشيء راح تؤثم عليه. قنعوهم حتى لو هم كانوا صغار حببوهم بالاجر شوفي لو تاخذين هذا مني الفلوس وتروحين تصدقين فيهم يمكن ابرك منك يدخل في ميزان حسناتك يوم القيامه لما نطقين الكرت وتبين الاجر راح يطلع لك الاجر اكثر من ما تتوقعين الحسن بعشر امثالها. الوازع الديني من صغرهم اذا انا زرعت فيهم لما يكبرون هم ما يتأثرون المجتمع الخارجي خص المراهق يعني يسمع من أصدقاء أكثر مما يسمع من الأم والأبو يعني يقلد الأصدقاء أكثر ما يقلد لكن يبقى أن الأساس هو الوازع الديني الأساس البذرة اللي أنا بذرتها فدور الأجر يعني مثل ما قالت أستاذ افتخار هنبقق عيوننا على اللي يتابعونه من أمه من يطالعون نفرز سووا تصنيف هذا ما ينفعك هذا ما ينفعك يعني نصيحة أكيد بنقدمها من خلال برنامجنا مشاهدينا راقبي بنتك أو راقبي ولدك شوفي الفلاورز يتابع منه هني راح تعرفين إحنا ما تحكي شيء سلبي ولكن شيء إيجابي راح تعرفين شنو اهتماماته سواء كانت مثل ما تفضلت معامر الميك اب إذا كانت الرياضة إذا كانت الطبخ بهالحالة راح استغل اللي متابعتهم هي وأنمي عندها هذه الموهبة وإن شاء الله كل عيالنا يكونون إيجابيين وما ما ننصدم فيهم في يوم من الأيام. رب العالمين قال وجعلنا بينهم مودة ورحمة إحنا نروح الروح نرد على الأم والأبو على الأم والأبو بالسابق أبي شلون كانت علاقة الزوج والزوجة وشلون الحين علاقة الزوج والزوجة وتأثيرها على الأبناء يا معمر. هي إحنا ما نقول كانت الزوجة يعني هي اللي مثل ما تكون يعني اللي شاريها بفلوسها وحاطها بالبيت وتخدمه وتحمل وتجيب لا 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 كانت هي تحترمه اذا كان ولد عمها ولا ولد خالها ولا هو كزوج زوج تحترمه يعني تحترمه على قولتهم عقبها اذا كانت مسرفه ينبهها تنبيه مجرد تنبيه او يطرش لها طارش مثل ما نقول يعني ينبهها يقول لها ترى كنا يعني الشيل زاد عن حده عرفت شلون؟ فاحنا كانت تستعمل انا ما احب هذه كلمه العين الحمراء بس احب كلمه العين الخضراء خليه من خالف هو اعطاها كذي اشاره يعني انه ترى يا بنت ترى شويه زاد الطلبات وزاد المصارف تشيكي على نفسك يعني هالشكل بس هم ترى اول يقنعين بالشغله اللي عندهم وبالبيت مثل ما قلت لك كان اول شتوى الشتاء والصيف زين الحين شويه مثل ما نقول انا اقول لك ليش لان الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ادرسوا واشتغلوا وصار عندهم وظيفه وصار عندهم معاشات فاذا انت هو الرجل لو انت كل واحد عرف وين الحقوق وين الواجبات
هو ترى الرجل عليه انه يوفر لك البيت، يوفر لك الخادم، يصرف عليك الشتاء والصيف، يعالجك، عرفت شلون الاشياء، يوفر لك انت وعيالك، يوفر لكم الاكل والهذا والشرب والحمد لله. لكن اذا في شيء زايد وانت الحمد لله تحسين ان انت يعني تبينه اشتري، لكن هل هذا الشيء اللي انت شريتيه حقك او حق البيت او حق عيالك انت محتاجته الشهر هذا؟ خلينا نحط نفكر شويه على الاقل، يعني اذا انا محتاجه هاللبس مثلا حق حفله او شيء، وان شاء الله بستعمل الحفله الثانيه او وراي قاعده ثانيه ما نخالف، لكن اذا بشتري من معاشي بشتري من معاشي همين، يعني الحياه شراكه. صحيح. احنا ما نقول لك عاد قضبي ايدينك مره واحده، ولا ان هذا الزمن يعني ان شاركي، ترى المركب ما يمشي الا بالرجل والمراه لما يكونون اثنينهم متفقين على الاتجاه الواحد. نعم. يعني من اللي من اللي بيسوق المركب على قولتهم، ومن اللي بيجابل اللي الاشياء الثانيه. انا ما اقول حق المراه قضبي ايدينك مرة واحدة، لا، بس إذا في أشياء يعني في البيت محتاجة، مثلا يمكن أنا أولى عندي أني أنا أصلح مثلا مكان مثلا مقاس الضيوف، ولا أخليها كذي مشيعة قدام الناس، أحط من جيبي إذا زوجي ما عنده أكيد، يعني هذه مثل ما تقولين شوية بيرفع قدري عنده، يعني الحمد لله أني أنا حطيت ما بخلت على نفسي، لكن أني أنا بخلي بيتي بدون أثاث وبدون ترتيب، ولا وعيالي مثلا مقصرة فيهم، عشان بس أروح أشتري الشيء اللي بمزاجي، عشان باكر اللي قعدت المقعد قالوا فلانة عندها الماركة الفلانية، لا ما شفتيها رازتها بعد وحاطة الماركة قدام. نعم، الإسراف صعبة. وايد وايد إسراف بالمشاعر، كل شيء بعد بالاهتمام. أيوة. ومؤثرات واللي تينا من الخارج صارت تتأثر أكثر مع الأم والأب. إحنا نغرس معامر، بس في مرحلة عمرية مثل ما تفضلت أستاذة هند أنه الخارج يأثر عليه على عيالنا أكثر من عندنا. أول خام خام. أيوة. وأول بيعة. أيوة. الحين صار الشراء من خلال أونلاين. أيوة. يعني ما تمسكين جودة خام، هذا بعد ما له حل، لا كاش ولا يسترجع ولا فلوس كاش بيدك. أيه. هذا شو الحل معاه استاذه هند؟ الاونلاين اذا انفتنت فيه البنت ادمان. ليش انا اقول ادمان؟ والرد على شلون هم يبتزون الوالدين عاطفيا، هم من وين لهم؟ اذا انا ولدي مثلا طالب مثلا او بنتي طالبه، صحيح، من وين لهم غير ان هم على الوالدين؟ فاحنا قانون البيت مثلا انا لك انت مثلا مصروف 100 دينار مثلا 200 500 بالشهر مثلا، و500 وايد على طالب 500 وايد على طالب مثلا، خلينا نقول 100 دينار لازم اعلمه شلون قانوننا هو يستخدم، لان احنا من صغرنا كنا او بالاول يعطونا مصروفنا دينار. نعم. وكنا نشتري منه ونوفر منه لدرجه. صحيح. فليش اللي احنا تربينا عليه ما نورث لعيالنا؟ انا الحين ما بيعطيك دينار، انا راح اعطيك الحين 100، لكن تعلم ان انت شلون تدير هذه ال 100. سامع المصطلحات اللي يدد؟ عامر المصطلحات اللي يدد، ابي معك كلمه اخيره. المصطلحات اللي يدد، يبا ما عندك فلوس اخذ قرض، إما ما عندك قرض خلص قرض تسوي جدولة، والله يا هال بدون شنو أنتوا تعرفون في الأشياء هذه؟ شاكم حق القرض وشاكم، صلى يهدي الجميع ويصلحهم وأحوالهم يا رب، يكفيهم ربي بحلاله عن حرامه ويغنيهم فضله عن من سواه. كل الشكر لكم، وأنا سعيدة جدا، وإن شاء الله غطينا كثير من المؤثرات مشاهدينا، وطريقة الحلول طرحناها لكم سواء كان إسراف أو هوس الشراء. كل الشكر لك يا عامر ونورتيني، وشكرا لك أستاذة هند، وحياك الله في برنامجي. مشاهدينا نقول بروزة اللهجة الكويتية بالعديد أو تميزت بالعديد من المفردات والكلمات الجميلة، وأحيانا تكون غريبة، لكن هذه الكلمات مرتبطة بالتراث الشعبي والبيئة المحلية. كل أسبوع معنا الباحثة باللهجة الكويتية فاطمة العمر، راح تعرفنا أكثر على كلمات وأمثلة كويتية، خلونا نتابعها معكم. صباحكم الله بالخير وحياكم الله معنا، شلونكم؟ عساكم بخير. اليوم فقرتنا راح تكون عن سوالف الأوليين، مثل ما تعودنا الأوليين على رقم بساطة التعليم، على رقم بساطة حياتهم، إلا أن الله عطاهم حكمة، فهم بحكمتهم أدركوا أن في أشياء وايد
أهم من الفلوس. فاليوم راح نتكلم عن الأمثال اللي لها علاقة بالفلوس وشنو يقابلها. أول مثل عندنا: إذا سلم العود الحال يعود. العود يعني اللي هو الجسم، يعني إذا صحتي سليمة أنا أقدر أرد أجيب فلوس. ومثل ثاني يقول: مالت على مالي عقب حالي، يعني أنا لو أستمرض ولا يصير فيني علة بجسمي المال ما راح يفيدني. أيضا ربطوا الفلوس والكرامة، فكل شيء عندهم إلا الكرامة، هي هم أهم من الفلوس. فيقولون اللي ما يعدك راس مال لا تعده فايدة، وايد واضح وايد بسيط. اللي ما يحط لك قيمة أنت لا تحط له حتى قيمة بسيطة. المثل المتداول والمعروف: حط فلوسك بالشمس وقعد بالظلال. نزيد عليه: هين فلسك ولا تهين نفسك، يعني مو عشان التفادى أنك تدفع تقلل من كرامتك، لا، ادفع فلوس وادفع زايد، المهم أن أنت تحتفظ بكرامتك ولا حد يمسها. وآخر مثل عندنا اليوم: لا بو قليل هلك ولا بو كثير ملك، يعني الفلوس لا تزيد من قدر الإنسان ولا من طبيعة حياته ولا تنقص. لا بو كثير هلك ملك ولا بو قليل هلك. وبكذي نكون خلصنا فقرة اليوم، نشوفكم إن شاء الله بالفقرات الجاية. شكرا فاطمة العمر، جميلة الأمثلة الشعبية الكويتية. وإحنا نقول لكم بعد ما بعد العود اقعود. وصلنا معكم للختام، لكن نصيحة مشاهدينا: قد نحتاج بين فترة وأخرى إلى إعادة ترتيب الأشياء والسلوكيات اللي تعودنا عليها، وذلك باعتقاد خاطئ منا إنها مصدر للسعادة. يا ترى هل شخصيتنا أقوى من المجتمع أم تأثير المجتمع هو الطاغي علينا؟ الاتزان النفسي المترجم سلوكيا هو السعادة الحقيقية. أترككم بحفظ الله ورعايته، وعطلة نهاية أسبوع جميلة أتمناها لكم، وأشوفكم الخميس الجاي إن شاء الله. مع السلامة.